بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع سلسلة موقف الإسلام من التطبيع مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي. عنوان هذه الحلقة الفتاوى ديال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي تتحذر باش يتم التنازل عن الحقوق الفلسطينية وتتحرم التطبيع مع إسرائيل. نشرات الجريدة ديال القدس العربية الإلكترونية يوم الثلاثاء 15 جانفي 2020 أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تصدر مع 500 شخصية فتوى تتحذر التنازل عن الحقوق الفلسطينية وتتحرم التطبيع مع إسرائيل. وصدروا هذه الفتوى هذه بتاريخ 31 أغسطس أي غشت 2020. والنص ديال المقال هو كالتالي: حرم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتأييد من 500 عالم تيمثلوا مختلف المذاهب ومن عدة دول التطبيع مع السلطات ديال الاحتلال الإسرائيلي أو عقد اتفاقات مع إسرائيل على حساب حق الفلسطينيين في استعادة الأرض ديالهم ولا التنازل عن المكتسبات ديال القضية ديالهم. وتيشير الاتحاد اللي تيتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقر ليه إلى أن علماء الأمة من مختلف المذاهب صدروا في اجتماع لهم فتوى تتحرم الخروج على إجماع المسلمين في قضية محورية والتنازل عن المكتسبات ديال الفلسطينيين. وكشف أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في صريح خاص القدس العربي أن لقاء ضم ما يزيد على 500 عالم تيمثلوا عدد من الدول ومن تخصصات عدة ومن مذاهب عدة وصوا جميعا بضرورة نصرة الشعب الفلسطيني في المحنة دياله خصوصا في قطاع غزة المحاصر والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار المسؤول إلى أن فتوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين واللي غادي يتم الإعلان ديالها رسميا وإخطار الأمة بمحتواها تتستمد المرجعية ديالها مش غير هكذا، المرجعية ديالها من نصوص شرعية والقرارات اللي خلصت لها مؤتمرات إسلامية وحتى أخرى بحضور قيادات نصرانية تؤكد جميعها على حق الدفاع على المقدسات ديال الأمة. واعتبر الدكتور الريسوني أن التطبيع اللي تتبرع به بعض الأطراف العربية راهو خدمة لإسرائيل، الصهاينة قتالين الأرواح وطوق نجاة لهم هو دعم استدامة الاحتلال ديال إسرائيل على الأماكن ومكافأة لها على الجرائم ديالها وتشجيع ديالها على الاستمرار فيها، ثم هو فتح الأبواب لاختراق والهيمنة لهم على جميع الأصعدة. وضاف قال: وموقف الشريعة من هذا التطبيع بهذه المعاني هذه ما يمكنش يكون إلا التحريم الشديد والرفض التام، بل حتى الموقف الإنساني والأخلاقي ما يمكنش يكون إلا على هذا النحو. هذا من جانب ديالو كشف الأستاذ الدكتور علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن علماء الأمة وثقوا مضامين قاعد المؤتمرات اللي تعقدات من عام 1919 بعد وعد بلفور واللي تترفض الاحتلال الإسرائيلي وتدعي المقاومة ديال الانتهاكات اللي تتعرض لها فلسطين المحتلة. وشار المسؤول في حديثه القدس العربي إلى أن جل المؤتمرات اللي تعقدات نصرة للقضية الفلسطينية أدعت لتشريع المقاومة بعدم الاعتراف بسلطات الاحتلال. وصدرت فتاوى من مشيخة الأزهر تطالب بالجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام وتجنيد المتطوعين. العلماء يقررون هذا وجميع الأزهر مشيخة الأزهر للدفاع عن القدس، وتعتبر أن تحرير الأراضي الفلسطينية واجب إسلامي. وأضف أنه صدرت قرارات مهمة من مجمع البحوث الإسلامية من 1964
وأكدت على حرمة التعاون أو الصلح مع المحتل الإسرائيلي بأي طريقة من الطرق، هو القرار اللي زكته رابطة العالم الإسلامي ومجمعه الفقهي. وشدد مسؤول الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين على ضوء اتفاق التطبيع الإماراتي لعلاقتها مع سلطات الاحتلال، وكذلك ما قامت به الدولة المغربية، أن التعاون مع الصهاينة المحتلين يعد مروقا من الدين. الاتفاق وعقد علاقات مع الاحتلال الصهيوني يعتبر مروقا من الدين. ووجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انتقادات لبعض العلماء المحسوبين على السلطات السعودية والإماراتية ممن يبررون مسار التطبيع. واعتبر رئيس الاتحاد وأمينه العام أن فتوى هؤلاء ومواقفهم إنما تصدر عن الأهواء وليست عن الشرع، لكن هذه الأهواء في الأصل هي أهواء حكامهم، وهم ديدان القراء يتبعون حكامهم فيما أرادوا. ولذلك لن تجد عالما واحدا مؤيدا للتطبيع إلا وهو ينفذ إرادة ولي أمره وولي نعمته وصاحب الصولة عليه. ويعتزم علماء الأمة تنظيم لقاءات وندوات للتنديد بالتطبيع الذي تسلكه بعض الدول العربية لعلاقاتها مع سلطات الاحتلال، والتأكيد على أن ذلك المسار يعتبر خيانة للأمانة، خيانة للأمانة. والسلام عليكم ورحمة الله.